السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان اشرح لكم طريقة استرجاع حساب سناب شات المهكر. طبعا كثير من الناس تتهكر حساباتهم وما يقدرون يرجعون حسابهم. هذه الطريقة بسيطة جدا، بس قبل لا ابدأ بالشرح اتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. لما يتهكر حسابك شيء طبيعي، يعني اللي يخترق الحساب يغير الايميل والباسورد ورقم الجوال الموجود في الحساب، يغير المعلومات كلها الموجوده بالحساب وما تقدر ترجع حسابك. البعض، يعني مو الجميع، البعض يعني يقول وصلتني رساله على الايميل، وبعد ما ضغطت على رابط الاسترجاع عشان اسوي كلمه سر جديده لقيت الرابط منتهي الصلاحيه وللاسف ما اقدر ارجع حسابي. الطريقه اللي بسويها الحين بسيطه جدا، بس هي يبغى لها شويه تركيز فقط مو اكثر. تفتح هذا الرابط، طبعا الرابط احط لكم بالدسكريبشن اسفل الفيديو. طبعا لازم تكون تعرف الايميل اللي فاتح فيه الحساب، اذا ما تعرف الايميل ما تقدر ترجع حسابك. بعد ما تفتح الرابط تطلع لك مجموعه خيارات، ناشر على الخيار الاول من هنا. بعد ما تاشر على الخيار الاول تطلع لك مجموعه خيارات اخرى، ناشر على الخيار الاول، وبعد كذا مجموعه خيارات ناشر على الخيار هذا زي ما تشوفون، هذا 1 2 3 4 5، خامس خيار من هنا. بعد ما ناشر عليه يطلع لي هنا يقول لك يس ونو، يقول لك يعني انت حاولت الدخول او لا الى اخره. نضغط على يس من هنا، وبعد كذا يطلع لي خيارين من هنا يقول لك حاولت الاسترجاع عن طريق الباسورد يعني او يعني الى اخره. باختصار نضغط على نو من هنا، وبعد كذا يطلع لك سؤالين من هنا يعني يسألك يقولك يس او نو، نضغط على يس. بعد كذا تطلع لي بيانات نعبيها بالشكل الصحيح. زي ما تشوفون هنا يقول لك سجل اسم الحساب، وهنا سجل اسم الايميل او رقم الجوال الموجود بالحساب، وهنا اكتب وصف للمشكلة بشكل مختصر. يعني كمثال ابي اكتب انا طبعا اي شيء بس عشان الشرح فقط، كمثال هذا اليوزر حقي، كمثال يعني هنا الايميل، طبعا لازم الايميل تقدر توصل له. يعني انا بسجل اي شيء بس عشان الشرح فقط، اختصر عليكم زي ما عودتكم. هنا رقم الجوال، اذا ما انت مسجل رقم الجوال تكتب نو من هنا. بعد كذا تكتب باختصار يعني لقد تم اختراق حسابي وفقط، يعني زي ما تشوفون هنا لقد تم اختراق حسابي. انا طبعا ترجمتها مترجم جوجل. وبعد كذا ننزل تحت هنا نضغط على سند من هنا بالاصفر عشان يتم الارسال. خلاص يقول لك تم الارسال من هنا، راجع البريد حقك. طبعا راح توصلك رسالة بالبداية بالشكل هذا، نشوف الرسالة مع بعض. زي ما تشوفون يقول لك يعني باختصار مرحبا، لقد يعني شكرا على تواصلك على الدعم الفني وكذا الى اخره. يقول لك نبي نتاكد انك انت تقدر توصل للايميل اللي مسجله بس بالدعم الفني، يعني تقدر توصل للايميل وتدخله. كل اللي عليك تسويه تضغط على رد من هنا، على رد من هنا، وتكتب لهم زي ما اشوفكم الحين، تكتب لهم هذا الكلام: لقد تم اختراق حسابي. يوزر نيم يعني اسم الحساب، تكتب اسم حسابك هنا لقد تم اختراق حسابي، واسم المستخدم تكتب اسم المستخدم تحت وترسل لهم. راح تجيك رسالة ثانية بالشكل هذا، شوف الرسالة مع بعض. يقول لك هنا مرحبا فلان، يعني يحطون اسم اليوزر حقك. يقول لك لقد تأكدنا ان الايميل اللي موجود بالحساب فعلا خاص بك، وتأكدنا ان الحساب يخصك. مجرد وهذا الرابط، مجرد ما تضغط على الرابط هذا راح تفتح لك صفحة وتسجل باسورد جديد. طبعا خلاص، طبعا الباسورد الاول الغوه، حتى اللي هكر الحساب ما يقدر يدخل عليه لان التغى، صار الحساب بدون باسورد. وربطوا ايميلك بالحساب بس ما تقدر تدخل الا تسوي كلمه سر جديده، اذا ما تقدر توصل للايميل ما راح تقدر ترجع حسابك. لما تضغط من هنا راح تفتح لك صفحه ثانيه يقول لك سجل كلمه سر جديده، وتكتب كلمه السر الجديده مره ثانيه وتضغط على اوكي. نشوفها مع بعض، بس معلش النت شوي ضعيف عندي.
زي ما تشوفون هنا يقول لك نيو باسورد، يعني باسورد جديد، وهنا اعد كلمه اعد الباسورد مره ثانيه، يعني تكتبه هنا تكتبه مره ثانيه هنا، وبعد كذا تضغط على اوكي. طبعا الباسورد لازم مكون من ثمانية يعني أرقام وحروف، المجموع ثمانية، تكتبه هنا وتكتبه هنا وتضغط على أوكي. حتى لو فاقد حسابك يعني صار لك شهر شهرين سنة، مجرد ما تعرف الإيميل اللي فتحت فيه الحساب إن شاء الله تقدر ترجع حسابك. هذا شرح اليوم، أتمنى الشرح واضح وبسيط. أي سؤال أنا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.